بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير, اهلا بحضراتكم. واحد من الناس, الحقيقه احنا محتاجين حركه محافظين سريعه جدا, لان المحافظين اللي عندنا كلهم محافظين على كراسيهم فقط. والحقيقه حركه المحافظين دي لازم تتسم بالشفافيه والموضوعيه, وان يكون كل محافظ جاد انه عايز يحل مشاكل الناس. عشان احنا الحقيقه الفتره اللي فاتت دي ظهرت الكثير من الملاحظات السلبيه على اداء الكثير من المحافظين. مش عايز اعدد ولا اقول, لكن انا عايز اتكلم كمان في نقطه تانية. وهديكم نموذج يا محافظ الجيزه, راجل محترم وراجل دكتور فاضل, قرر ان هو ينزل في جوله تفتيشيه مفاجاه على رؤساء الاحياء للقضاء على ظاهره انتشار القمامه في شوارع المحافظه. كلام جميل قوي, عظيم يا سياده المحافظ, ربنا يكثر من امثالك وانت راجل كده محترم. بس الحقيقه اللي ما عجبنيش ان السيد المحافظ واخد معاه هو نازل في الجوله المفاجاه صحفيين واعلاميين ومصورين عشان يصوروه وهو بيوجه وبيشخط وبينطر في موظفين. بالذمه ده كلام, هو المفترض ان المحافظ الاستثناء ان هو ينزل, ولا القاعده ان هو ينزل؟ لا, هو الاستثناء انه يقعد في المكتب والقاعده انه ينزل. الله يمسيك بالخير يا دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزه الاسبق, كان راجل فاضل ما كناش بنشوفه في مكتبه قاعد في الشارع ليل نهار, ويا ما شفنا محافظين بهذا الشكل. اللي انا عايز اقوله, المحافظ لازم يكون قاعد متابع في الشارع, عارف كل بلاعه فين, وكل مشكله صرف صحي فين, وكل بيت هيقع قايل السقوط فين, والمشاكل هنا ايه والمشاكل هنا ايه. وما يعتمدش على النواب المحافظين, والنواب يعتمد على رؤساء الاحياء, والرئيس الحي يعتمد على المهندس اللي تحتيه. العمليه محتاجه هنا مركزيه بقى, ان المحافظ يكون ماسك المحافظه بقوه, ولما يلاقي ان الميزانيه اللي عنده مش نافعه ومش مغطياه يقول والله يا حكومه يا رئيس وزاره شكرا سلام عليكم, انا مش لاعب, انا ما اعرفش اشتغل بالميزانيه دي في المحافظه دي, والاعلام يقعد يقطع فيا. ده المحافظ اللي بيشتغل بجد. لكن اللي عايز يتصور صور كتير, الصور كتيره, ويا ما تصوروا الصور دي كلها مش موجوده. محافظ تاني افتكر بس دلوقتي ان الزباله ماليه شوارع محافظه تانية, وقرر ان هو كمان ينزل في ميكروباص قال عشان يطلق ثوره النظافه في المحافظه بتاعته. اقول لكم ايه بس, السيد المحافظ اطلق دلوقتي ثوره النظافه في جوله مفاجاه قدام الكاميرات, لان رئيس الوزاره اعلن ان حركه المحافظين على الابواب. عرفتوا بقى ليه ان في ثوره نظافه قادمه؟ ومن محافظ الجيزة لمحافظ الشرقية, يا قلبي لا تحزن. السيد المحافظ لما لقى صور زميله مغرقة الجرايد وهو بيطارد الزبالة والزبالين في الجيزة, راح هو كمان نازل واخد معاه كمان مصورين المحافظة عشان يصوروه وهو بيكنس بنفسه في الشارع. والله عيب, والله عيب بجد, يعني مش لاقي حاجة اقولها لكم. وعلى رأي اخواننا اللبنانيين ريحتكم طلعت. عموما عشان الريحه طلعت قوي في الاستوديو, خلونا بقى نروح نسمع ونشوف الناس بيشتكوا من ايه, بيشتكوا من مين وبيقولوا ايه. كان واحد من الناس زي كل الناس, ناس عايشه بتجري وشقيانه وهي عايشه وخلاص. كان واحد من زي كل الناس, مستورة مدام بابنا علينا مقفول بالترباب. كل حاجة فيها غلاء, مش هتيجي في الغلاء إلا إذا الحكومة تبنت حاجة, تبنت كل حاجة وعملت جمعية تحدد فيها الأسعار. ما عادش فيه وظائف طبعا, كل الشركات اللي فاتحة دي, يعني احنا قدمنا أكتر من كذا مرة, مفيش ولا شركة الورق اللي احنا وديناه اتقبل اصلا. علاج غالي جدا جدا جدا, ولما بروح المستشفى عشان اصرف بيقولوا لي اعمل قرار على حساب الدولة. عملت قرار على حساب الدولة, اروح اصرف بيدوني العلاج اللي بيقول عليه تحت السلم, والعلاج الغالي لا هاته من بره. الكراسينة بتاعت المدرسين الخصوصية حاجة بشعة, حتى لو انت حضرتك مقتدرة عشان الدروس وانك انت توصلي ابنك لمرحلة كويسة لازم تجيبي فلوس عشان توصلي. الشباب اللي جه وقف وبتظاهر اللي هم حملت الماجستير والدكتوراه, طب ليه دول ما يخشوش مكانهم؟
ليه دول ناس ما تشتغلش مكان الناس في سن الستين؟ بطلب ان هي توفر فرص عمل للناس دي تشتغل، تشغل الشركات اللي واقفه دي، تشغل الشركات اللي هي بتصفي الناس العماله دي تشغلها، بدل ما تسيبها لاصحاب الاموال واصحاب رؤوس الاموال يتحكموا في الناس. انا بتكلم على اهمال المستشفيات. انا كان عندي ابن سنه 33 سنه وتحجز في مستشفى العباسيه بتاعت الصدر وشويه التهابات على الرئه. من اهمال المستشفيات ابن مات. مناشد الدكتور خالد حنفي، احنا بقالين تومنين جدد فاتحين بلا تومنيه، زعنا اللي عاوز ينزل يقدم، قدمنا وصرفنا وجبنا كل اللي قال عليه، والوقت عاوزين نشتغل موقفين السيستم لحد معين، قال لك كل واحد يشتغل على قد 10,000 جنيه 5,000 جنيه. انا بيجي لي بعض الناس عاوزين يصرفوا من عندي، طبعا كل اللي بيجي عاوز يصرف من عندي وعند غيري برضو، فهم موقفين احنا السيستم، فاحنا عاوزين السيستم يفتح يبقى زينا زي البقالين اللي هم شغالين من زمان، يعني اي حد يصرف من عند اي حد، ما حدش يبقى يصرف من عند حد معين، ويدونا حقنا لان احنا بنصرف وبعدين بنقعد شهور على ما ناخد الفلوس بتاعتنا. التامين الصحي في البدرشين مفيش عياده، مفيش دكتور عظام في التامين الصحي، وفي تعب حوالونا على مستشفى التامين الصحي بالسهران في الحوامديه برضه مفيش دكتور، فروحت اخد تحويل على هنا وجاي انا من اخر الدنيا من مستشفى، يعني مركز البدرشين كله في التامين الصحي مفيهوش دكتور عظام. التامين الصحي ما بيوفرش العلاج ولا بيوفر رعايه مركزه للمرضى الصدر، ولا في ادويه موجوده بتعالج المرضى. قوليني مين المسؤول؟ عم رمضان عنده 58 سنة من محافظة القليوبية، كان عايش عيشة كويسة مع أهله، مر بظروف صعبة، هو بيجهز بناته الاثنين، اضطر ان ياخد قرض من البنك، ما قدرش يسدد المبلغ اللي اقترضه، خد حكم نهائي بسنة. الحمد لله مؤسسة واحد من الناس قدرت تسد المبلغ 6,300 جنيه وقدرنا ننقذه، والحمد لله يطلع من السجن.